تمنينا أن نفوز اليوم لكن إن شاء الله نعوض المباراة الجاي. جاي من الأردن عشان أشجع النصر، بس أداء مش عارف كيف، مدرب أنا مش عارف أتلقاه من الفيصل الأردني ولا من النصر السعودي. عنا نفس الحالة، مدرب عندكم بس ارفع اللي شفته أنا اللعب بتاعك وارفع ربك بيسر، هجمات تكتيكية ما في أبدا، وإن شاء الله إنه النصر ربنا ينصره. أسمع أنا رجال جاي من الشمال من الجوف، أخجي أطلع تعادل يا رجل، ما نتابع للنصر إلا يطلع كاسر يا رجل، والسابع نادي يا رجل، خلي يطلع، خلي اللعيبة تلعب يا رجل، لازم يطلع، حرام حرام الجمهور يطلع زعلان. ماني أداؤه جدا ضعيف فلازم يطلع في أسرع وقت. صراحة على المستوى هذا النصر ما في لا دوري زي السنة الأولى صراحة. كبير من كبائر السعودية، هذا نادي عمود وعمود الدوري السعودي. لا ما نصر سيء، كريستيانو لازم يكون معه واحد مهاجم صريح، مهاجم صريح يلعب جنب الدون عشان يبني يهجم معه ويبني معه ويرجع معه. اللي قاعد يصير في الكيان مو من صالحكم كلكم، أعلمكم الآن لازم نوقف رقبة رجل واحد. الفكر السليم يجيب بطولات، اللي قاعد يسوي تلسكا ما هو كرة قدم، ولا هي أي صيف في كرة القدم. لا ماني قاعد يقدم مستويات اليوم، ماني يروح يرجع بس الحالة يد واحدة ما تصفق. النصر اليوم مستوى ضعيف، كسروا ورحل. 13 سبتمبر الجولة الثالثة قدام الأهلي، إيش بتسوي بذا الفريق؟ كان قدام يا فريق عالم، فريق قوي، ايش بتسوي قدامه؟ مو معقول نلعب ضدهم كذا. جولة الثالثة من بدري يا نصر، من بدري تكفون من بدري. والله انا ما اطلع لشيء الموسم هذا صراحه. ليش؟ خلاص واضحه ليالي العيد، واضحه من عصاريها على قولتهم، واضح فريق دمار دمار دمار. رونالدو الحالة يحرث الملعب رايح جاي، مع ناس ميته تنتظره، بس خلاص يعتمدون عليه. العب للرونالدو، رونالدو دور حل. كاسترو على البنش جالس، والله ما منه فايده، جالس كذا الى متى؟ نقول كل مره النصر بيرجع افضل وبيلعب افضل، ولازم في اخطاء اداريه واخطاء من مدرب واخطاء من لاعبين، ارتفع ضغطنا. والله العظيم السنه دي نقول الله يعين بس.